هلا شباب، شلونكم؟ يا رب تكونون دائما بخير وصحه وعافيه. رجعت وياكم بفيديو جديد. هوايه اسئله اجتني بخصوص الكاميرا والست اب اللي استخدمه من اكون اني على الدراجه. اكيد شايفين الفيديوهات اللي اطلع بيها اوصل اكل طلبات، يكون الكاميرا ما بيها اي اهتزاز، بنفس الوقت اكو عزل بالنسبه للهواء، يعني صوت الهواء ما ياثر على المايك. فشنو الكاميرا اللي استخدمها وشنو المايك اللي استخدمه وشنو السيت اب كليته اللي استخدمه؟ اليوم راح نحكي على هذا الموضوع. فهذا السيت اب راح يكون خاص للدراجه وللبايسكل، فتابعوا الفيديو، واذا انت جديد على القناه لا تنسى اللايك والاشتراك. اكيد راح نحتاج كاميرا، فشنو افضل كاميرا؟ افضل كاميرا بالنسبه للاكشن كاميرا، كاميرا للحركة السريعة، هي الجو برو. فأفضل أنه تشترون جو برو هيرو 8 أو جو برو هيرو 9 أو جو برو هيرو 10، لأنه حاليا أغلب الفيديوهات جاية تصور 4K 30 أو 60 إطار بالثانية. أنا أغلب فيديوهاتي تكون 4K 60 إطار بالثانية لما أكون على الدراجة، فضروري تكون الإطارات عالية لما أنت تكون السوق دراجة. فتحتاج إلى كاميرا جو برو هيرو 10، هاي انا عندي، شوي سعرها غالي بس تقدر تحصل لك وحده مستعمله جو برو هيرو 8 200-220 دولار او 200 دولار تقدر تحصلها او اقل من هذا السعر حسب المكان والولايه او المدينه او الدوله اللي انت بيها. فانا عندي جو برو هيرو 10، هاي تصور 5K 3.5.3، يعني صور 5K، فانا ما صور 5K 4K اكثر شيء لما اطلع على الدراجه، فأكيد تحتاج إلى كاميرا. فالشغلة الثانية اللي راح نحتاجها، أكيد راح نحتاج يعني فتشي حتى نركب الكاميرا، يعني شلون راح نصور يعني هاي الكاميرا، راح نحتاج إلى هذا الشيء. هذا موجود طبعا اكسسوارات تقدرون تشترونه، هذا حاضنة مال جو برو. طبعا الكاميرا هسه اشوفكم شلون اربطها. فشلون بالبداية طريقة ربطه؟ بالبداية هو راح يكون بهذا الاتجاه هيجي، واللبس مالته لبسته راح تكون بهاي الطريقه. خلي البسه، وهسه اني لبست الحاضنه مال جو برو. طبعا تجي وياها هاي الاشياء مالتها، هذني ينفتحن وينسدن. فعندنا هسه هاي الكاميرا تمام، وعندنا هاي الحاضنه نقدر نخليها هنا. بس المشكلة اللي راح نواجهها شنو؟ الكاميرا الجو برو جابوا التراك، خليه يروح. الكاميرا الجو برو بيها مخرج واحد تايب سي كل الكاميرات، فحتى نقدر نربط المايك عليها مايك خارجي يكون مايك واير او مايك وايرليس مثل هذا اللي حاليا اني جاي استخدمه اللي هو رود. فراح نحتاج الى ميديا مود اللي هي هاي موجوده تنباع كاكسسوارات على الامازون، على الاي باي، على علي اكسبرس، اسمها ميديا مود. وراح اخلي لكم كل الروابط مال الاشياء اللي استخدمها بصندوق الوصف. فهذا الميديا مود، هذا شنو الميديا مود؟ خلي اجي اشكله. طبعا ينفتح بهاي الطريقه، انفتح بعدين تجي الكاميرا الجو برو تجي تتركب به هنا. ف هاي الطريقة بعدين نسده. صار عندي ثلاث مخارج. اول مخرج اللي هو مال السماعة العادية المايك العادي صغير، وثاني واحد مال تايب سي مال الشحن او تربطها بالكمبيوتر، وثالث واحد اعتقد مال الكاميرا، بس انا نهائيا ما فد يوم استخدمته هذا. هاي بالنسبة للميديا مود. نشغل الكاميرا طبيعي، من هنا تشتغل الكاميرا. هسه اشتغلت الكاميرا، فنطلع مالتها مال الربط، نجي نركبه بهاي الطريقة. الكاميرا بيها واحد شحن 1%، بعدين نجيب هذا همين يجي ويا الكاميرا موجود، نقعده بهاي الطريقة. انا هسه ما راح يعني اضبه، بس راح اثبته يعني هو ما راح استخدمها حاليا. بعدين تقدر تضبه بالدرنفيس، يعني حسب
المكان اللي انت تريده حسب الدراجه مالتك. يعني مثلا الدراجه الاونكس مالتي هسه راح اشوف لكم اياها، يكون الستيرن مالتها ناصي، فجربت اني خليت الكاميرا فوق ما تطلع الصوره مال ايدي، انا اريد ايدي تطلع كانه مبين واحد دراجه يسوق، هو هذا احلى شيء بالفيديو. فكاميرا هسه ثبتت قد ما تقدر تتحكم بها تحكم كامل. طبعا هذا الذراع انا مشتريه همينه من الاي باي او من امازون اعتقد مشتريه. هواي هواي ترى اكو اكسسوارات مال جو برو، اكسسوارات يعني ما تتخيلها ايش قد، بس هذا افضل سيت اب انا شفته لحد هسه. خلينا نقول انه الكاميرا هسه هذا شكلها، طبعا هذا هم تقدر تضبه يعني حتى يكون الكاميرا ما تتحرك، وحتى لو اجتك يعني مطبات صعده نزله، هي الكاميرا الجو برو هي اختصاصها انتي شوك يعني ضد الحركه. فهسه صارت عندنا كاميرا، بس بعد نحتاج شنو؟ نحتاج مايك. طبعا جربت اني المايكات من هذني الواير، صارت عندي مشكله بالصوت مثل الوزه تطلع، لانه عندي الدراجه مالتي كهربائيه، فاعتقد المشكله من هذا الشيء. مو بس هاي، اكثر من مره او مرتين اتذكر مرتين صورت يعني مقطع فيديو كامل ورحت للداون تاون واشتغل ورجعت وصوت نهائيا ماكو، فهذني بهن مشاكل هواية هذني المايكات أبو الواير. فأفضل شيء اللي أنا استخدمته اللي هو المايك هذا الوايرلس، قطعتين يجي هسه همين راح أشوف لكم إياها. هاي القطعة الثانية تتشكل بأي مكان تقدر تخليها، يعني هاي القطعة صغيرة 1 2 3، التقاط مالته كلش حلو، اسمه رود جو 2، هذا اخر اصدار نزل. هذا تخليه باي مكان تقدر تعلقه هنا، وحتى لو كانت مسافه بعيده همينه تقدر تحكي بالمايك. هذا شفته اني افضل مايك، فخلي اشوفكم شلون نربط المايك بالكوبرو. تمام، هسه انا احكي بالمايك الثاني مال الكاميرا، وهاي القطعه الثانيه اللي راح تتركب بالكاميرا. بس انت اذا ما عندك امكانيه يعني تشتري هذا المايك اللي سعره 299 دولار، تقدر تشتري مايك ابو الواير. اكو مايكات وايرلس همينه ثانيه رخيصه ب 40 دولار و30 دولار، وتقدر تجربهم، يعني تقدر تجرب المايك الى ان تشوف شنو المايك بالنسبه لك زين. بس بالنسبه لي انا ما شفت احسن من هذا المايك، بحيث يعني انا مامن على الفيديو والصوت مالتي راح يكون موجود والمايك راح يلقط الصوت. بالاضافه الى هذا المايك يعني اقدر اشغله لمدة 49 ساعة مستمر، فالشحن مالته كلش يطول. واكو يجي بيه اثنين، القطعة الثانية اللي هي تنشد لاقطة او المايك، فنجي نركبه. طبعا الميديا مود همينة بيه مكانين تقدر تركب بيه المايك، اكو مكان باليسرى واكو مكان اللي فوق. انا راح اشكله اللي فوق بهاي الطريقة، اجى قاعد هسه، وبعدها راح اقعد المايك. هذا الواير همينه يجي ويا المايك، اقعده بالميديا مود، وهسه دا اشوف قدامي الجيتش مال الصوت جاي يتحرك مال الكاميرا، فشي كلش حلو. ومنه انا تقدر تثبت، يعني قلت لكم يعني تقدرون تضبونها، راح اضبه شويه. وهسه عندنا الشغل 100%. بعد اكو نقطة همينة جدا مهمة، انا اعتبرها رقم واحد بالنسبة لعزل الصوت. الخوذة مالتك شنو اللي جاي تستخدمها؟ اكو خوذة سعرها 40 دولار، اكو خوذة سعرها 80 دولار، واكو خوذة سعرها 800 دولار. خليني اشوفكم الخوذة اللي انا استخدمها. هاي الخوذة اللي استخدمها هي من بيل، يعني نوعيتها كلش راقية. ضروري انه من تشترون خوذه تقرون التعليقات والمراجعات اللي عليها، او تقرون الشركه شنو كاتبه عليها. طبعا انا بحثت هوايه على خوذ، شفت هاي افضل خوذه بالنسبه للمتانه، هي فايبر كلاس، والحلول بيها كلش خفيفه. صح سعرها شويه غالي، بس اكيد انه انت تريد فد شيء مضبوط 100% بحيث الاداء مال الصوت والصوره. هاي الخوذة اللي عجبني بيها انه بيها عدة اماكن للتهوية، يعني حتى لو كانت الدنيا كلش حارة، هذا مكان واحد وهذا مكان ثاني وهذا مكان الثالث اللي هو هنا. فطريقة تركيب المايك بالنسبة لي كلش سهلة.
هسه راح اشوفكم شلون اركب المايك. هاي القطعه الثانيه، هسه المايك موجود، القطعه الرئيسيه هنا وهذا المايك، تقدر تخليه باي مكان بالخوذه. يعني هسه انا هذا تقدر يعني شوف الخوذه مالتك وين بيها مكان، هو صغير هذا هيات، فاني اخليه وين هنا، يعني اكو مجال بين الحنج مالتي وبين الخوذه. ما اعتقد راح يبين او راح يبين، يعني مجرد انه بس اجيبه واخليه جوا هنا هاي، بعدين اجي البس الخوذه. تمام، هسه الخوذه جوا والمايك هم يعني اكو مجال بين الخوذه هذا المكان وبين المايك، بحيث يعني انا هسه حنشي ضاب على المايك فالصوت راح يلقطه من هنا. بنفس الوقت المايك هذا تقدر تتحكم بالصوت مالته، تريده خشن، تريده ضعيف، تريده قليل، يعني تقدر تحكم به وبابديت، هم تقدر تربطه على الكمبيوتر، به هواي استخدامات، وتقدر تستخدمه لأي كاميرا تريدها، يعني حتى على هاي الكاميرا اللي أنا شاتها. فهسه خلينا نطلع بالدراجة الأونكس ونشوف الصوت وشون الترتيب مالتها. طبعا الكاميرا الجو برو بيها شغلة كلش حلوة، اكو برنامج اسمه جو برو كويك، اقدر احمله بالتليفون واشوف الكاميرا الجو برو من هنا. فأنا هسه مشغلها، الكاميرا جاي تسجل بس ما تطلع عندي صورة، بس من اطفيه التسجيل راح تطلع عندي صورة، فأسنتر الصورة تكون بالنص وعلى المستوى اللي أريده. فهسه خلي نطلع، أنا ما راح أطلع بعيد، يعني راح أطلع هنا بداخل المنطقة مالتنا الشحن فول مال الدراجة، وحتى نختبر الصوت. بالإضافة لأنه هي الدراجة يعني كهربائية فما بيها أي صوت كمحرك، فالصوت يطلع واضح. حاليا أنا طبعا دائم شجقد 10 أميال بالساعة، يعني تقريبا 15 أو 16 كيلومتر بالساعة. وخلي شوية أدوس لها الدراجة. طبعا أنا هسه فاتح الجام يعني مال الخوذة، 15 17، هسه أنا دا أمشي 20 ميل، يعني تقريبا 30 كيلومتر. زين، هذا طبعا الشارع مالتنا مسدود هنا أنا بعد، يعني ماكو شيء. فهسه راح ادوس لها شويه سريع وراح اسد الجامع، راح اجرب لانه اكيد اسد الجامع راح يكون اكو عزل اكثر بالخوذه مال الهواء. يلا، طبعا هاي التسارع مالتها كلش سريع الدراجه. واو، هاي سرعة الوسط طبعا، يعني مو سرعة السبورت. السبورت لا، خطير خطير بشكل. لهنا أنا وصلنا إلى نهاية الفيديو، إن شاء الله بالمستقبل راح أنزل لكم فيديو عن أفضل تضبيط بالنسبة للكاميرا الجو برو هيرو، يعني بالنسبة للتصوير الليلي وبالنسبة للتصوير النهاري وشنو أفضل الإعدادات. فشكرا على دعمكم، واكيد لا تنسون اللايك والاشتراك والتعليق، واشوفكم في فيديو ثاني.